شركة ولود شركة معروفة وطنيا ربما قديمة من عام من الخمسينات من القرن الماضي. موضوع التصدير ماهوش جديد على شركة الورود، قبل كورونا كان عندنا تصدير الشرق الأوسط وإفريقيا، وقبل سنين كان عندنا تصدير لروسيا يعني لأوروبا تقريبا. والآن في المعرض هذا نحاول إن شاء الله نكبروا من السوق تاعنا للتصدير إن شاء الله، وخاصة لدول الساحل، دول الساحل الإفريقي إن شاء الله. درنا اليوم اجتماع مع إخوة من مالي وإن شاء الله فيها خير إن شاء الله. كاين اتفاقية اللي راح نصدر إن شاء الله الصابون المالي إن شاء الله. المنتوج الجديد هو صابون بيوتي ورود، صابون جديد هذا إن شاء الله. هذا راح نجاح كبير في السوق الوطنية، وإن شاء الله ينجح إن شاء الله حتى إفريقيا إن شاء الله.